الضيوف الكرام، اخواني اخواتي، مرحبا فيكم في امسيتنا. ان شاء الله ان تكون جميله مع الفنان راحل سالم سلطان. ابى الا ان يجمعنا من جديد برغم من غيابه، الا انه حاضر بيننا العابر للطوائف الجامع في غيابه وحضوره. رحل عنا بس هو باق رحيل قامة وطنية وفنية، رحل عن دنيانا مخلفا سيرة خالدة. وأنا أعتقد الإنسان بإنتاجه وهو خلد روحه بإنتاجه هو الأستاذ الفنان الكبير سالم سلطان، الذي غيبه الموت في 31 مارس عن عمر نازة 79 عاما بعد سجل حافل بالنضال الوطني والإنتاج المسرحي والاجتهاد الفكري ورسالة التربوية الخالدة. رحل سالم مخلفا وراءه حبا فياضا، وأعتقد اليوم القاعة تعكس ذلك الحب، وراءه حبا فياضا في نفوس كل الأجيال التي تعاقبت عليه، وطنيا ومعلما وفنانا، وقبل ذلك كله إنسانا نقيا ذو معدن نفيس. دعونا نقف دقيقة حداد على روح الفقيد. يقول الأستاذ عبد الله السعداوي: رحل سالم سلطان دون أن ترى أحلامه القومية والوطنية النور، لكنه خلد في الذاكرة الوطنية ذكرى طيبة مليئة بالعطاء والإنجازات، نصف قلبه مع القومية العربية الناصرية والنصف الآخر مع الاشتراكية الماركسية. فليتفضل الأستاذ عبد الله السعداوي ليزيدنا معرفة عن الفنان الراحل. وأنا للأسف الشديد لم أكن أحد المناضلين، أنا كنت فنان، أستاذ سالم كان يعني الوقت اللي تعرف عليه كان وقت متأخر، في يمكن 84 بعد ما رديت، شفت اثنين يستقبلوني في المطار. أنا أعرف سالم سلطان شكلا ومن بعيد، بس لم تكن بيني وبينه أي معرفة قوية. اثنين استقبلوني، كان الأستاذ سالم سلطان وكان الأستاذ ميرزا زهير. ميرزا كنت أعرفه من قبل حقيقة، وأخذوني ودوني المزرحة، يعني بدل ما ودوني البيت ودوني المزرعة، وبدأ يتكلمون عن القومية وعن الماركسية وأنا قاعد أسمعهم. أنا كنت مجرد قارئ، يعني مو ما لي علاقة بحزب ولا لي علاقة بشيء ممكن أنه يربطني، ولا كان لي علاقة بأنه والله ثمة وطن واحد ونبتدي نتكلم عليه. كانت الأرض كلها بالنسبة لي وطن، وبالنسبة لي يمكن أول معرفة بالأوطان كان مع طائر النورس اللي لا يستطيع أن ينسى وطنه إطلاقاً، ولما دفنوا البحر البحرين النوارس راحت أو بدأت تلف في مكانها، يعني تشوف على المدارس في نوارس تلف، ومحتمل إذا رحنا للهنود محتمل نروح سالم قبل لا يولد موجودة في واحدة من النوارس لأنها كانت تلف معهم. أنا قلت لهم أنتوا حين عوتوا راسي بالبروتاريا دي مالتكم، قلت لهم هذه عندكم نخلة قاعدة مجذعة وستسقط في يوم من الماء، ذي هي البروتاريا يتكلمون فيها. هناك لوحة في شمس حمراء من بعيد، وفي حصان وفي صحراء، والحصان يركض في الصحراء لأنه لا يستطيع أن يروض إطلاقا، دائم الدبيش في سبيل أن يوصل لهذه الشمس، لكن الشمس كانت في المغيب. كان أستاذ سالم هذا الحصان اللي كان رافض للإسطبلات، اللي ممكن تحكره، اللي ممكن تروضه، اللي ممكن تخليه عشان يمشي بهذه الطريقة. كان سالم سلطان دائم الحركة ودائم الكلام ودائم القراءة. بالوقت اللي تعرف على سالم سلطان كان
يمكن صداقتي معه. أنا تعرفت عليه لأن كانت والدته تسوي صالونة حلوة الله يرحمها، فأنا كنت أروح أكل عنده صالونة وأجيب الخبز معاي، وكان هو يعني يتبادل مع الكتب ونبتدي نتكلم عن محمد عابد الجابري لما كان مجلد تطلع اسمه الوقت السابع واليوم السابع كان ينشر أشياء، وعن محمد شحرور وعن يعني ما خلينا لا إسلامي ولا ماركسي ولا شيء، لكن نقرأ فيه ونتكلم فيه. وكنت دائما أبتدي أنقش في سالم، دائما كان يتكلمني عن عبد الناصر، ومن وفاء لعبد الناصر سمى ولد عبد الناصر. كنت أنا أقول له يا أخي عبد الناصر في 6 أيام في 6 ساعات انتهى كل شيء، وناس ماتت، يعني واحد في سوريا قتل نفسه وسعد الله ونوف القلب. وانت ما زلت تكلم عن عبد الناصر ونجيب محفوظ يا بالكرنك وتوفيق الحكيم يا عودة الوعي، وانت ما زلت تتكلم في عبد الناصر وسويت الصرف في النهاية وبديت. فهو ينغاض ويبتدي يكلمني عن حسناتي كلها، أقول له حلو إن عنده حسنات، بس أنت أكثر منه وطنية صاير وأكثر منه قومية. وجاي صديقنا هيكل بعد الهزيمة الكبيرة اللي صارت والانتكاسة الكبيرة اللي صارت سماها نكسة ومشت، صدقوها الناس إن هي نكسة. فشم خسارة ممكن يقدمها الإنسان عشان يعرف إن هناك خسارة ويجب أن يقف ويبتدي ينظر في المرآة ويبتدي ينتقد نفسه وينتقد أشياءه. كنت أقول حق سالم سلطان يا أخي مو معقول أنت تظلون ترددون الستينات وتعالجونها وكأنما الحياة ما تغيرت، لكن في الوقت اللي كنت أنت تعالج وتقول كان الناس وراك يغيرون الديكور، يغيرون المسرح، يغيرون الساحة. كان الهدف أن يأتي السوق ويعبر. طيب شنو استعدادكم لمقابلة السوق؟ هذا الخطر جدا اللي قال عنه بولاني في 50s الرجل، أن التنوير كله انبنى عشان يأتي السوق، وجاء السوق وكسح اللي هس واللي ما ميش، ودخلت كل الصراصير في داخل المناطق وفاضت البواليع وظلت الناس تعلج وتعلج، وراح مناظر ورا مناظر ورا مناظر ورا مناظر. واحنا نتكلم عن الاجيال اللي ياتي واحنا ما ندري الان الاجيال اللي بتاتي شلون بيكون شكلها، لان في الوقت اللي كان ديكارت يحسب بان الخط المستقيم هو اقرب مكان للنقطتين، جاء الانترنت وصارت المتاهه هي المكان الرئيسي الان في العالم، وفي داخل المتاهه دي ما في حقيقة إلا الافتراض، والافتراض متغير ومتبدل. الحصان اللي كان يركض كان وراء ناس تمسح الصحراء تمسح الصحراء إلى أن وجد نفسه الحصان، إن جاء اليوم اللي فعلا ما قدر يتقبل الحياة لأن ما بده يسمع. السالم ما يسمع، كارثة كبيرة. هو دائما يريد يتكلم ويريد أن يسمع لكن ما يسمع. وأنا جالس معاه لاحظ شيء غريب جدا عند الأستاذ سالم سلطان في الأيام الأخيرة، قعدت أحاكي أضطر أنه لازم أصرخ عشان أقول له. وبعدين قلت له أستاذ سالم وعد بندوها، قال لي ها إيه بندوها. قلت الحين رجل دي شلون سمع؟ هل وعد دي كانت موجودة في باطنه في داخله بحيث أنه ما احتاج أن أنا صارخ؟ سمع؟ ليش ما سمع الأشياء الباقية كلها اللي قلت له؟ وليش خلاني أصاب باللوز وأنا أصرخ؟ لما صمخ حس أن الصبر
حاصرة، حس إنه لازم يغادر، لأن أن لا تسمع للناس معناته أن يموت مومو. مومو طفلة صغيرة كانت موجودة في إحدى الروايات، كان شغلها الشاغل إنها تسمع الأوادم، ما تتكلم، تسمع كل شيء اللي يقولونه، فبالتالي الناس حبوها لأن هي الوحيدة اللي كانت تسمعهم. وفي يوم من الأيام شافت سيارة سودة فيها الناس عندهم شنط كبيرة داخلين في داخل المدينة ويقيضون الناس عشان يبيعون بيوتهم وأشياهم اللي موجودة عندهم وذكرياتهم. بعد مومو انتفضت لأول مرة، تنتفض مومو وتريد أن تقف أمام هؤلاء. السيارة ما زالت ماشية ومومو ما زالت واقفة، والرشاشات كلها مصوبة على هالطفلة الصغيرة عشان يقضون عليها، مثل ما سالم حطه في داخل الاسطبل. في النهاية اكتشف أن لا حياة لرجل لا يمكن أن يسمع، وهو خلق علشان يسمع، خلق علشان يحب، خلق علشان يحترم ويحترم. سالم سلطان مات، لكن ذكرى قد بقت معنا. كلكم تعرفون عن سالم سلطان أكثر مني، مهما أتكلم ومهما أقول ما أفي صديقي وحبيبي سالم سلطان أي شيء، لأن سالم سلطان يخرج عن أطر حتى الكلام. سالم سلطان كان يحب وطن في سلام، في محبة، في أوادم تعشق أرضها، تعشق نخلها، مو أوادم جات السوق وسكنت. وشكرا. شكرا للأستاذ الفنان عبد الله السعداوي على المختصر المفيد اللي تختزل حياة الفنان الراحل سالم سلطان في كلمات وجيزة: هي الأرض، هي الوطن، هي الحب، هي عبور الطوائف. ننوه بس بأنه الأستاذ الفنان عبد الله يوسف يعتذر عن الحضور لأنه كان يفترض أن يشاركنا اليوم نتيجة لظروف خاصة صحية. للشعر كلمة، صار صديق المرحوم أستاذ الشاعر عبد الحميد القائد إلا أن يشاركنا شعوره الفياض تجاه المناضل الفنان الأستاذ سالم، فليتفضل الأستاذ عبد الحميد. الوردة السمراء، وأنت في وجهتك نحو التراب متعبا والحريق طريق، لا تنسى، لا تنسى أن تترك روحك ترفرف على المدينة لتوقظنا من سبات النيام. فالليل ينتهي بوميض خاطف، والفجر لا ينسى عشاقه الأتقياء. أيها الذاهب القادم أبدا، أيها الذاهب القادم أبدا، بلا عرس ولا مهرجان لن تذهب، لن تذهب أناشيدك هباء. فهذا المسار مسار النجوم، وأحلامك التي عانقت معك الحجر ما زالت تحلق مع الفراشات ولن تنحني. فالدنيا كتاب طويل قصير ممر، فأنت لن تذهب بعيدا عن وردك، فوجهك سر المرايا، واسمك يبقى وطنا سرمدي. سالم، مضيت وما زلت هنا نخلة، تركت دربك معالم، يا من حملتك الأرض في قلبها كأغنية من ذهب. الأرض سرير والطريق إلى الأمان لهب.
سالم يا حلما على الأرض يمشي ووسط الحريق وقود الرؤى، المجد لك، المجد لمن حملوا أوطانهم باقات وردا إلى الحدائق، لمن كتبوا الرحيل حضور الأنبياء. يا من هزمت بوهجك هذا الغياب، اسمك منقوش في الشوارع، في قلوب الشجر. النخيل هناك تشتاقك، فأنت المطر، أنت نشيد المدينة في ليالي الفجائع. لن نقول وداعا، فأنت هنا، أنت هناك في الحضور وفي التراب، أنت هنا حتى نهاية الدور الأخير. وشكرا. شكرا للشاعر عبد الحميد القائد. والآن مع شهادات بعض المسرحيين البحرينيين الذين عاصروا الراحل سالم سلطان، نبدأ مع الفنان هاني الدلال. الله يرحمك يا أستاذ سالم. أنا تعرفت على أستاذ سالم سلطان نهاية السبعينات في نادي مدينة عيسى، وبنينا المشوار المسرحي. ومثل ما قال أستاذ عبد الله السعداوي، أن من أول ما عرفنا شفنا الروح الوطنية اللي داخله، ودائما كنا نتناقش في مواضيع مثل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. حتى يعني العمل الأخير اللي أنا قدمته معاه اللي هو طباخ العرب، حطينا مقطع من صوت المناضل جمال عبد الناصر، لأن كان عندنا داخلنا الهاجس الوطني المشترك ويا مجموعة الفنانين، يعني من أمثال الدكتور محمد حميد وموسى حسن وياسر سيف والأستاذ عبد الله يوسف والجماعة الكثيرين. أستاذ سالم سلطان والأستاذة مريم زيمان، أستاذ سالم سلطان أنا أعتبره أو أسميه الكريستال الأسمر، إنسان شفاف الله يرحمه، نقي. ودائما لما نشوف على المسرح العفوية موجودة عنده، يفلت في أمور، يعني إذا ما سوى عليه كنترول كمخرج يفلت، لأنه عنده العفوية وعنده الروح الوطنية، فينزل لنا بعض الكلمات اللي نقول له يا أستاذ سالم وقف، تحبسنا، صبر شوي. يعني كان عنده الفلتات، يقول لا خلني كذا، يعني بطريقة الحلوة الكوميدية. لكن ساعات ما نقدر نسيطر، خصوصا أيام العرض يعني قدام الجماهير. فنقاءه وطيبته وروحه المرحة خلت كل الفنانين يحبونه وكل الناس يحبونه. كان مربي فاضل، يعني أنا أتذكر أعمال كثيرة، معظم أعمالي اللي أنا اشتغلتها لازم يكون ياي سالم سلطان. أنا أعمالي قليلة لكن أكثريتها كانت مع أستاذ سالم سلطان. وما أنسى أستاذ سعد الجزاف بعد موجود معانا، من ضمن الناس اللي عنده أكيد كلمة الأستاذ سالم سلطان. الشغلة اللي أنا كنت يعني أشوفها في أستاذ سالم، مثل ما قلت، الطيبة الزايدة. وأنا زرته قبل أن يتوفى، يمكن أنا وأستاذ أحمد جاسم 10 أيام تقريبا. كان صحته زينة بس ما كان يسمع، فطلبنا منه، كان بعد ولد أخوه موجود، ولد أخوه ولا أخته؟ ولد، فكان موجود وطلبنا منه إحنا مستعدين نعالجه، لأن كان مو مجرد السمع. فقال خلوني بس أنا أخلص الحبوب اللي عندي وأتابع الحبوب، وبعدين إن شاء الله أنا تحت أمركم. بس مع الأسف يعني إن الوقت اللي كان جدا يعني فاجأنا بوجوده في المستشفى، وكان الأستاذ ميرزا زهير على طول موجود معه، هو أكثر الأشخاص اللي كانوا قريبين منه، يعني نقدر نقول شبه يوميا كان معه يزوره. وحتى الأستاذ موسى حسن النجارة، فدائما نطمن على أستاذ سالم الله يرحمه من خلالهم. يعني احنا فقدنا إنسان وفنان فعلا كان يدخل البسمة داخلنا كفنانين،
ولما تشوفه فوق المسرح يضحكنا بدون بعفويته، فما كنا نحس مع أي حتى الفارق السن اللي كان بيننا وبينه ما كنا نحس فيه. يعني هذه الكلمة اللي أقدر أقولها إن الله يرحمه وسامحونا على أي شيء، والجماعة الأساتذة الثانيين الفنانين يقدرون يقولون أكثر مني يعني. أشكركم. شكرا للأستاذ هاني الدلال على كلمته. وطبعا سالم سلطان من هذا الوطن الطيب فلا بد أن يكون طيب. يشاركنا اليوم الأستاذ ميرزا زهير بعد في مداخلة قصيرة يتكلم فيها في جزء من حياة سالم سلطان ومعاصرته. مساء الخير. الأستاذ سالم سلطان الفنان والمربي والمعلم، بصراحة يعني تعرفت عليه منذ السبعينات، أكتوبر تحديدا في أكتوبر 75 عملنا في التدريس معا في مدرسة توبري الابتدائية للبنين. أرسلنا المرحوم الأستاذ صالح العريض إلى المكتبة العامة في مدينة عيسى لأخذ فكرة عامة وتأسيس مكتبة في المدرسة، وبعد ذلك أسسنا فرقة كشفية في المدرسة في البداية، واستمرت علاقتنا في تلك المدرسة لأكثر من 5 سنوات. اقترح علي بأن أنضم إلى مسرح. في تلك الفترة كان في مسرح اسمه في السبعينات مسرح البحرين الحديث بإشراف الأستاذ خليل يوسف وأحمد السيد وجماعة الإداريين. كان الجماعة يستعدون إلى مسرحية اسمها مسرحية الطوفة، طبعا إعداد خليل يوسف يلي سعد الدين وهبة كاتب المصري. ومن خلال تلك المسرحية تعرفت أنا على شخصيات فنانين وأدباء ومثقفين، فنان مثلا حسن الواوي، عندك بعد حمزه محمد كانت ويانا في تلك الفتره، حتى الادباء كانوا في تلك الفتره يجون المسرح، وكان المسرح في اوج عظمته رغم التحدي والمخاطر لكن الجمهور يحب المسرح. وكانت ويانا الاستاذه حمده خميس وايمان اسيري الاستاذ الدكتور محمد حميد والاستاذ خليل يوسف يتذكر بعد. فالمسرح هذا يعني لم يكتب له الاستمرار، فانقسمت الجماعة، ناس راحوا اللي هو نادي المدينة وناس نادي الوحدة اللي كان الأول العربي، وناس اللي هو اقترحت على ناس حمزة وجماعة ناديننا نادي توبري وأسسنا مسرح. فأنا كنت متخوف شلون أسس أنا المسرح في تلك الفترة، كان يعني الأستاذ بعد أحمد عيسى جملو جماعة وكل جماعة، فمتخوف. فقال لي الأستاذ سالم، أتذكر الحين الكلام يرن في أذني، إذا أنت ما تقدر تأسس مسرح في نادي توبري ما استفدت من تدريبات اللي إحنا جيليانا في المسرح ومن تدريبات الجماعة اللي أنت تقعد يوم. وكان يتكلمني يعني بنوع من بعصبية يعني معناته ضروري تروح لازم تروح تأسس المسرح في نادي توبري. وفعلا أسسنا المسرح في نادي توبري واشتغلنا المهرجان الأول والمهرجان الثاني والثالث والرابع والخامس. الخامس هو أخرج مسرحية اسمها المسرحية في العصا الغليظة، كان في المهرجان الخامس اللي عرض في على سينما، كانت سينما الأندلس قديما يعني. فأخرج هو المسرحية وكان عقب عليها اللي هو المرحوم الأستاذ عبد الله خليفة الروائي والقاص والأديب، وبعدين كان من المعقبين الأستاذ عبد الله يوسف والجماعة. أنا بعدين التقيت معه في مدرسة ابن طفيل الابتدائية للبنين، وكان بس ما كان مدرس، كان مدير مساعد، كل هو راح الجامعة وخلص من الجامعة وراح بعد تنقل لمدرسة المأمون
وبعدين يعني من المدارس اللي في البداية كان مدرسة رشيد، بعدين المأمون، بعدين اللي هو مدينة عيسى، توبلي، عالي. المهم أنا أتكلم عن الحياة اللي عشناها كان في المدرسة، كانوا طلابه يعدون الدقائق والثواني ويتمنون متى يجي حصته. كان محبوب جدا عند الطلاب، عندما يجي الحصة يقلب تلك الحصة إلى عمل تمثيلي، إلى نوع من الفكاهة، من المرح اللي هو يسمونه اللعب التمثيلي. الآن الجودة، هيئة الجودة جاي يطبق نفس الشيء بالضبط هو اللي يطبقه سالم سلطان في السبعينات. سالم سلطان في السبعينات يطبق هذه الأشياء. هيئة الجودة الآن في التربية اضطر على أن أقول لك أن الدرس يكون تمثيل وحركة ولعب تمثيلي وما أعرف شنو. هذه كلام كان في السبعينات الأستاذ يطبقه وكان يعطينا إياه. طبعا أنا سافرت إياه السعودية في أيام قبل الجسر، أيام السفن الشراعية، وأيام ورحنا بعد دبي. استفدت من أستاذ سالم صراحة كثير في الناحية الثقافية والمسرح والفن. كان يعشق وطنه ويعشق الوطن العربي، كان يربي التلاميذ تربية وطنية حقيقية، كان يحفظهم الأناشيد الوطنية، وطني حبيبي وطني الأكبر، ويتكلم لهم عن يعني ما تصير مناسبة تاريخية أوعد بالفور، يا مثلا يوم الأرض، يوم اللي إلّه كان في الطابور شعلة من النشاط، وأيضا يعلم الطلاب هذه المناسبة التاريخية. وصراحة الأستاذ لم يكن ممثلا بس فقط، كان قلما مبدعا. يمكن أستاذ عبد الحميد القائد يعرف أنه كان يحب الشعر، حتى أنا يعني الطلاب والمدرسين يحفظون القصائد اللي يقولها: حبيبتي قد أموت أو أكون أسيرا في شرك العنكبوت، فلا تبكي علي حين جاءوك بأنبائي، بل قولي للرفيقات الفاتنات، يكفيني حبيبي، حبيبي من أجل الوطن مات، حبيبك إن عاش غرس حبات البدار، حبيبك إن مات مات من أجل النهار، يا ليل يا ليل غني يا ليل موال، فلتحيا سواعد العمال. هذه من أحد القصائد ماله. وكان صراحة هو لحاله، أنا أعتبر سالم سلطان يعني مشيت إياه طول حياتي تقريبا، ولا حتى في مرضه ما هديته. الأستاذ هاني والجماعة يزورونه، وإحنا كلنا يعني ما افترقت إياه أبدا. فأنا أعتبر سالم سلطان مدرسة لحاله، مدرسة بروحه. لكن للأسف الشديد رغم التحدي والمخاطر، هو مثل ما قال الأستاذ السعداوي كان قليل في الكتابة، يعني يحب يستعجل دائما في القراءة وواسع للاطلاع وكل شيء، ولكنه ما يكتب له وما يدون الأشياء دي. والله سوى دراسات، حتى دراسات إيدلوجية، دراسات فكرية، دراسات زين. وكان مؤلفا، كان مؤلفا مسرحيا، خفاش في قفص الاتهام، الحيوانات الذكية، أكثر من 5-6 مسرحيات عرضها في نادي مدينة عيسى، وعرض في مدرسة بنطفيل 93 الخفاش في قفص الاتهام من تأليفه وإخراج مدرس مصري اسمه عويس عبد الواحد، أستاذ عويس عبد الواحد، وكان مؤلف. للأسف أن هذه المسرحيات هي مطبوعة ولم تطبع واحدة منهم. مهما تكلمنا عن حق الأستاذ صراحة فهو قليل، وإن شاء الله الأيام تنصفه رحمه الله واسكنه فسيح جناته. شكرا للأستاذ ميرسا زهير. والآن مع مداخلة الأستاذ إسحاق عبدالله. قدم إسحاق شوي قبل لا يقوم، نسوي دوتو أنا وياك. أنا أعتبر إسحاق شوي خجول، فأنا بقدم شوي من بعض الأشياء اللي شاركناها أنا وإسحاق. مساء الخير حسين العريبي. إحنا
أنا وإسحاق من جيل واحد، تعود تجربتنا المسرحية جزء منها إلى نادي مدينة عيسى وجزء منها إلى مسرح الصواريخ. في نادي مدينة عيسى تعرفنا على أستاذ صالم سلطان وخضنا معه تجارب مسرحية وتعلمنا منه أشياء على المستوى التربوي والمستوى الوطني والمستوى الفكري. أنا في البداية أعتقد أن أستاذ صالم سلطان يعني بالإضافة إلى كل ذلك هو بذل مجهود كبير في نشر الحركة المسرحية في البحرين، بمعنى أن المسرح البحريني كان يقتصر على مسرحيين، يعني فرقتين مسرحيتين رئيسيتين، هما مسرح الجزيرة ومسرح أوال في السبعينات. وهذه المسرحين ما كان أي أحد يدخلهم، يعني كانت في صفوة من الفنانين المخرجين والممثلين اللي هما يعني خلنا نقول يتسيدون الحركة المسرحية. ربما أستاذ سعد الجزاف يعني يعرف أكثر مني، ربما هذا شوي فتح المجال يعني كوادر أخرى مسرحية أنها تفتش عن منفذ آخر. ومن هنا انطلقت تجربة مسرح الأندية التي نشطت بشكل كبير في الثمانينات ولغاية التسعينات. أستاذ سالم كان من الناس اللي نشروا الحركة المسرحية في مسرح الأندية وسواء أندية القرى أو المدن، وخلوا الحركة المسرحية منتشرة وبابها مفتوح إلى يعني إلى أجيال جديدة ومتعاقبة وكل الناس الذين لم يعني يحصلوا على فرصة ربما في مسرح الجزيرة أو في مسرح أوال. فهو نستطيع أن نقول أنه كان ينتمي إلى هؤلاء المهمشين في المسرح واللي هو دفع بهم وكان جزء منهم، وهو وسواه يعني حتى الأستاذ عبد الله السعداوي يعني ما عليكم مشهور، أعتقد أنه كان أيضا من الناس الذين يعني عانوا من التهميش في فترة في الحركة المسرحية. لكن مو هذا موضوعنا. إحنا في نهاية التسعينات تقريبا أو في منتصف التسعينات تعرفنا على أستاذ سالم سلطان في نادي مدينة عيسى، واحنا يعني اطفال مراهقين 15 سنه 16 سنه. اللافت في استاذ سالم سلطان انه هو يتعاطى وياك على ان انت ندله، يعني ما يحسسك ان انت طفل او ان انت اقل منا شانا. كان يتحاور معنا في القوميه العربيه، في التجربه الناصريه، في الموقف من الاستعمار ومن القوى الرجعيه، ويخوض معنا نقاشات عن الحركة السياسية والفنية في الستينات وفي السبعينات. هذا الكلام طبعا في التسعينات لم يكن هناك انفتاح سياسي بعد يعني. وخلال تجاربنا في المسرح كان يعني يصر على تضمين النص المسرحي موضوع القضية الفلسطينية والقومية العربية. أحيانا في مسرحية أطفال تشوفها فجأة ينط يقول لك هاي الشيء اللي كانوا يقولونها في السبعينات. أتذكر حتى أنا أعتقد في انتفاضة مارس هذه فجأة طلع على المسرح قال إن جاك الموت افتح له صديرك خله يقول عن جملة المصايب. إحنا مسرحية أطفال، شو الموضوع الحين؟ فهذا أستاذ سالم كان يتكلم عن جماعة عبد الناصر بكل حب، عن القومية العربية، القضية الفلسطينية. علمنا إحنا غرز فينا حب القضية الفلسطينية من خلال أعمالنا ومن خلال وعينا في نادي مدينة عيسى. وأنا يعني طبعاً أتكلم عن هذا طبعاً، واليوم أشوف عبد الناصر وهو ما شاء الله عليه ريال، يعني أتذكر كان عمره يمكن سنة أو سنتين أو ثلاث، ما أتذكر سنة 97-98 ما أعرف إذا أنت كم عمرك كان، يعني 98-99-2000 يعني في هالحدود. أي في هالحدود كان طفل بعده، ويجي أستاذ سالم يقول هاي ولدي عبد الناصر، سميت عبد الناصر على الزعيم جمال عبد الناصر. طبعا مو بس عبد الناصر كان صغير، ايمن كان ريال، والشباب كلهم ربعنا يعني موجودين اليوم، اهلا وسهلا فيكم. واسحاق من الناس، الحين ندش على اسحاق، اسحاق من الناس ما بيقوم لنا، اسحاق من الناس اللي خاضوا تجربه كبيره مع استاذ سالم سلطان، حوالي 7 اعمال مسرحيه، وكان صديق صدوق الاستاذ سالم. كلمنا عن تجربتك اسحاق. اهلا وسهلا فيكم. الله يرحم استاذ سالم ورحمه الله عليه. يعني يمكن انا وايد ومحظوظ، انا اشتغلت 7 مسرحيات مع استاذ سالم. 3 مسرحيات كان هو المخرج و
والأربعة الباقين كنت أنا. أستاذ سالم يعني يمكن أنا مهبط أتكلم عن الأمور الهاي فنية وكثير، بس الشخص اللي علمني على شيء اسمه كمبيوتر أستاذ سالم سلطان. يعني أستاذ سالم كان عنده الآلة الطابعة وعنده جهاز الكمبيوتر، كان أنتوا تذكر، كان أيمن وتذكرون، كان جدا مهتم في التكنولوجيا. كنا نألف مسرحية اسمها الجمهور عاوز كده، فهو عنده الجهاز مال الكمبيوتر بس طبع المسرحية كاملة على الآلة الطابعة. أوكي، يعني كنا يوميا نحن نروح يعني عنده في الهاي بيت. أوكي، كان جدا يتكلم عن الانفتاح الهاي سياسي اللي صار في البحرين سنة 2001 أو 2002، كان جدا مهتم في الشأن القومي العربي يعني، والهاي دليل وجمال يعني وعبد الناصر يعني. فأنا أيشي وبتكلم عن الأستاذ يعني ما راح أوفي بحقه لأنه هو علمنا الكثير يعني، والله يرحمه إن شاء الله. شكرا. يشاركنا الآن الدكتور محمد حميد السلمان ببعض جوانب الفقيد المرحوم. مساكم الله بالخير. في الواقع ليس لدي الكثير، والسبب أنا لا أحب أن أتكلم عن الغائبين كثيرا، بل أحب أن أتكلم عن الحاضرين. فكنت أتمنى أنه هو كان موجود فهو يعلم عن حياته أكثر منا كلنا، ولكن أيضا للأسف هذا ما يحصل دائما. فطلائعنا وأبطالنا ومبدعينا للأسف لا يكبرون في عيوننا إلا بعد الغياب، فيرتقون ويرتفعون فعلا، لكن ما دام هم بين أظهرنا وعيوننا فنعتبرهم كأي إنسان عادي. ولهذا السبب لا نلحق بهم لنسجل كل ذاكرتهم، ومن هذا المنطلق لن أعدد فضائل الأستاذ سالم سلطان الله يرحمه، إنما أقول وفي كل مرة أقف مع أحد الراحلين أقول لتكن هذه محطة لتسجيل تاريخ الباقين الله يحفظهم، فلنحضرهم هنا وندردش ونسولف وياهم ونسجل حكاياتهم، لا أن نتحسف ونتأسى بعد رحيلهم وبعد صمتهم الأبدي، ويرحلون بأسرار ولن نعرفها بعد ذلك. سالم كما قيل وسيقال ببساطته، مع أنه هو إنسان وطني مؤدلج، ولكن أيديولوجيته السياسية كانت بكل بساطة ليس لها علاقة بالأكاديمية أو الترفع أو الحزبية العالية. غريب في أمره أن أيديولوجيته السياسية كانت شعبية، وهذا تعبير لا يفهم يعني أيديولوجية سياسية شعبية يعني، لكنه هو فهم كل العالم ببساطته، وكما قال أخي عبد الله السعداوي وإن كان العالم يتقدم إلا أنه واقف على بساطته وعلى فهمه الأساسي. فرغم كل الأزمات التي مر بها، وكانت أزمات بعضها قاسية جدا وتعرفونها كلكم، ورغم ذلك كان يخرج منها وكأنه ولد من جديد، ولا تؤثر عليه ولا يحبط ويعيش بالإحباط الذي يعيشه البعض فينزوي أو يبتعد. ولهذا السبب حتى آخر أيامه وساعاته وكأنه ولد في هذه اللحظة، ويتابع ويرصد ويتكلم لولا الحالة الصحية التي مر بها. نادرا ما نجد مثال هؤلاء السياسيين الذين فعلا ببساطتهم لا يشار لهم بالبنان عادة، لأنهم كما أقول لا يؤدلجون الأمور ويرفعونها إلى السقف، وبالتالي يضعون أسماءهم على لائحة الشرف الأولى.
فهو وإن كان في لائحة الشرف كآخر الأسماء، إلا أنه الآن ونحن جالسين هنا يبقى في ذاكرتنا وسيبقى في ذاكرة الأجيال اللاحقة. إن كان مرب فاضل فكل طلبته وكل خريجيه يذكرونه ببساطته وبحبه لهم، وإن كان فنان شامل وكوميدي ومحبوب والكل يعلم كيف ارتبط بالجماهير وبالذات الطفولة لأنه قدم لها الكثير. لا أريد أن أضيف كلمات أخرى، ولكن أؤكد مرة أخرى لنقف وقفة حقيقية مع المرحوم بأن نعيده على خط الحياة بكتابة وافية عنه وعن تاريخه، سواء كان تبنتها جمعية المنبر التقدمي أو أي جهة أخرى. هكذا فعلا نحفظ تاريخ المرحوم ونكن له الوفاء إلى أن تطبع هذه الأوراق وتصبح في أيدي الأجيال اللاحقة. فنحن لا ننظر إلى اليوم، دائما لننظر إلى المستقبل. حفظكم الله جميعا.